مشتريات العيد، يلا ننزل نجيب لبس العيد. أكثر فلوق نحبه. مرحبا، كيف حالكم؟ أهلا بكم في قناتي. من بداية رمضان ما نزلتش ولا فيديو، فقلت اليوم لازم ننزل فيديو مشتريات العيد. حلو صح؟ صيفي بحتي، عجبني أنا اللون هذا. السروال مش واجد، بس اللون هذا حلو. هنا جينا لموموسو، قلنا يلا خلينا نشوف شنو في ماسكات كورية جديدة حاجات العيد. أحلى حاجة يعني كان محل فاضي، ما فيش زحمة، ما نحبش نزعج مثلا الناس في التسويق، في نفس الوقت تاخذ راحتك لما يكون محل فاضي. هنا كنت نوري فيكم شكل الماسك على يد القطوسة، دايرين ينفس يدها بالضبط. وهنا نحن خدينا ماسك على أساس ليلي وترطيب، وهنا في الصراحة كلها نفس النتيجة هيك، يعني نحن نحبوهن يعني، بس يعني ما فيش نتيجة واو، بس جو يعني. وهنا أنا كنت نوري فيكم في أوتفيت اليوم، قولولي شن رأيكم في اللبسة الرمضانية هذه. شريتها من قبل رمضان وما لبستهاش ولا مرة، فقلت خلاص حنلبسها اليوم ونصور بها الفلوج هذا. وين فوق ما شدها تهبري فضل. قلت لك لا، وديرين علي نفس الفكرة. نجرب السورية هذه. وخفيف. الأحلى من الثاني. لا بس الأسود يليق بك والله.
مش مدح بس حقيقة والله. لا في الليل. لا حتى في النهار. يعني قمر. والله ديما في يوتيوب يقول أختك حلوة. بس بحتي هنا عشان لبسنا ألوان وكل لون مبين في التاني ما بلناش تو أمواج. بين دارجة البشرة. آه بين الاختلاف كله. بس حلوين. قلب. The next day, the next day, the next day. إلا كنتوا كتقلبوا على شي حلوة للعيد اللي تكون سهلة وسريعة ما كتحتاج لا فران ولا مول، هذه ليكم وشوفوا لي المنظر. هاي من الصالون عندي. اوكي بما ان امس صورت جزء فلوق طلعة مشتريات اوكي العيد. شفت وصفة حاجة في التيك توك فقلت لازم نجربها في اليوتيوب زي ما الناس كلها تدير. اوكي فديما لما نشوفوا حاجة في التيك توك دغري نتحمسوا ان احنا نديروها علشان هم ينزلوا فيها في اقل من دقيقة فنحنا نتحمسوا ان نديروها. كنتوا كتقلبوا على شي حلوة للعيد اللي تكون سهلة وسريعة ما كتحتاج لا. المهم الوصفة فيها بس بشكوت ران ولا مول، هذه ليكم. اوكي لو سمعتوا المرأة اول حاجة قالتها وصفة سهلة وسريعة، والوصفة هذه فيها بس بشكوت وكاكاو وكاكاوية. ناخذ الطحانة ونحطوا عليها كاكاوية محمصة. هذا شكله. اوكي بعدين حنحطوا عليها هذا هنا حليب وكاكاو وشوكولاته. حنخليكم انا الفيديو الوصفه عشان تكون يعني هيك مكونات دقيقه. هيك شكلها يقعد زي العجينه فتو حنشكلوها دوائر او هيك بالشكل هذا. شكلها لما دقتها كلها شكل كرات. المهم حاليا هناخدها هنحطها في الصوص هنحطها في الشوكولاتة بعدين نحطها في كاكاوية. انا اي حاجة سائلة عندي صوص. اوكي عم تركزوش معي واجد. نحطها هنا تشرب الحليب والشوكولاتة. بعدين نحطها تاخد حمام كاكاو. هاي من لما أذن المغرب حطيتها في الثلاجة لما أذن المغرب تو حنجربوها. طعمتها كأنها كيكة بالضبط، ما كأنهاش بشكوت فكأنها كيكة بس من دون تعب. اوكي هذه آخر حاجة في الفلوق. تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد. باي.